أهلا ومرحبا بمشاهدي ومتابعي اليوم السابع، معكم من محافظة الدقهلية وقضية شغلت الرأي العام لمدة 9 سنوات. فتاة بدأت في ابتزاز مجموعة من الأشخاص أصحاب المراكز المرموقة في المجتمع عشان تقدر إنهم توصل لغرضها وهدفها. الضحايا ما سكتوش وفضلوا وراء قضيتهم أي مدة كبيرة لحد ما وصلوا وتأكدوا ووصلوا للمتهمة. هنعرف التفاصيل وبداية الابتزاز وبداية الوقعة من أصحابها. السلام عليكم ازي حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا عايزين بس نعرف من حضرتك تفاصيل الواقعة بدأت ازاي وانت أصررت ان انت تاخد حقك. الواقعة بدأت طبعا من سنين كبيرة، سنين طويلة جدا، شخصية في المنصورة كده كويس؟ شخصية في المنصورة بتقدر تجمع بيانات عنك، تبدأ تعرف أهلك، إخواتك، أولادك، زوجتك، وتبدأ تبعت رسائل لأصحابك. هي أول حاجة بتعملها أنها بتحاول قدر المستطاع تعمل لك آد أو فولو على الفيسبوك أو أي وسيلة تواصل اجتماعي، يعني بالنسبة لي أنا كان الفيسبوك. يعني تبدأ تعمل فولو، أول حاجة كده بتعملها أن هي بتاخد سكرين شوت لكل الأصدقاء اللي موجودين عندك. طبعا الكلام ده كان في فترة أصلا النت كان عامل ضجة في مصر كلها، أنا بكلمك بعد الثورة بسنة أو سنتين، 2013 مثلا. تبدأ تجيب أصحابك، تبدأ تبعت لهم رسائل مختلقة بالكامل، تعرفش عنك حاجة مثلا غير اسمك، ابن فلان، والدته فلانة، مراته فلان، مراته فلانة. تبدأ تعمل حبكة قصة حط فيها اسمك واسم مراتك واسم والدك واسم والدتك واسم اخواتك. الموضوع بيبدأ بكده. الرسالة دي بتوصل، ما بتبعتش بقى مثلا انت عندك 5000 فريند او 5000 صديق على الفيسبوك، ما بتبعتش ل 5000، تبعت ل 100. ال 100 دول فيهم 50 مش هيكلموك، فيهم 50 هيبعتولك. محمد خد بالك من نفسك، في 1 2 3 4. ايه يا جماعه اللي اتبعت؟ والله مش هنقدر نقول. وفي الاصحاب اللي بيقولوا طب ابعتوا لي يا جماعه الرسائل، يبعتوا لي الرسائل. البنت دي كانت بتتردد على مراتي في البنك، مراتي كانت شغاله في البنك، كانت شغاله في معرض سيارات بتعمل عروض للعاملين في البنوك. شخص في البنك مدير البنك اخذ سياره لزوجته منها، فالبنت بدات تتردد بصفه دوريه على البنك، سواء بقى اقساط او بتشوف عملاء تانيين غير مدير البنك حد يقدر ياخد منه عربيه، ياخد منها عربيه. بنت بدأت واحدة واحدة تتصل على البنك، عايزة أستاذة فلانة اللي هي مراتي، بدأت تقول لها انزلي قابليني حالا، يا إما هرمي مية نار في وشك، انزلي قابليني يا إما هنعمل وهنسوي. بدأ مدير البنك، مراتي طبعا بلغت إدارة البنك، مدير البنك اتصل بمعرض السيارات قال له هات لي نمرة البنت اللي بتتردد علينا، هات لي نمرة البنت اللي بتتردد علينا، واتصل بيها. قال لها يعني اللي انت بتعمليه مع موظفين البنك ده بيضعك تحت طائلة القانون، واللي انت بتعمليه ده بيسيء ليكي قبل ما يسيء للبنك، واللي انت بتتكلمي عنهم دول فوق مستوى الشبهات، وبجميع الاحوال في شؤون قانونية في البنك هتاخد ضدك اجراء قانوني. كان ايامها انا بجهز ان انا مسافر شهر العسل او متجوز ومسافر، يعني اتصل بي انا شخصيا مدير البنك، ولا باشمهندس خلاص الموضوع تقريبا يعني انتهى والبنت ارتدعت او خافت، فكبر دماغك روق بالك حاضر حاضر كبر دماغك وروق بالك وما تحطش الموضوع في دماغك يعني، وتبسط وسافر ومفيش اي مشكلة. وفعلا البنت فضلت بتاع شهرين ثلاثة مفيش اي رسائل بقت بتيجي، مفيش اي مكالمات، وانا في الفترة دي كنت شغال خارج مصر في السعودية. ربنا رزقني مثلا بابن حضرتك صديق عندي، الف مبروك يا محمد مجالك، ربنا يبارك لك في ابنك. تاني يوم الصبح تلاقي 100 تانيين من غير ال100 الاولانيين مبعت لهم رساله عن ابني، والرساله دي بقى مفيش لفظ قبيح او مشين او مخل او يسيء لشرفك او عرضك الا وذكر في الرساله فيك وفي ابنك. من امتى؟ ابني مواليد 2014 وانا متجوز 2013، من ايامها. طب يا جماعه خلاص الموضوع كده ما عادش ينفع، احنا لازم ناخد اجراء قانوني، ان الموضوع تطور. طبعا
في ناس كتيره حتى لما الموضوع اتفتح على السوشيال ميديا وحابب اوضح النقطه دي يقول لك انت ليه ساكت بقالك 9 سنين يا جماعه؟ واحنا في مصر ولا احنا في حته تانية؟ احنا كنا بندخل مديريه الامن نحرر محاضر وهي متفجره. يعني كان في ادخل اقول لهم بتشتم على النت، ما كانش في مجال. ده بالاضافه لاسلوبها، واحده عارفه الداخليه شغاله ازاي او هتتجاب ازاي، تبعت الرسائل تقفل الاكونت، تقعد قدام الضابط لو سمحت انا بتجيلي رسائل كذا كذا ومبعوثه الاصدقاء، لازم صاحب الحساب. طب هعد على الخمسين صاحب اخدهم واروح؟ حصل، جبت اربعه خمس صحابي جالهم الرسائل، نيجي نفتح المحضر الاكونت مقفول، معمول له دي اكتيفيشن، فالماسنجر مفتوح والاكونت مقفول. اثبت، تعمل المحضر يتحفظ. 2014 2015 2016 17 18 كل ده عامل محاضر حفظ 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 حفظ. بالاضافه ان انا شغال خارج مصر، انا من 2008 بره مصر، ففكره ان انت بتنزل شهر في السنه الموضوع ما عادش متاح، ان انت تتردد وتتابع وتجري وتكلم محامين وتشوف محاكم وتشوف، صعب جدا، الموضوع يكاد يكون مستحيل يعني. واحد نعم الواحد عاش مع فكره ان هو ابتلاء، خلاص انت الوقت قله حيله واصحابك بالكامل 2000 ولا 3000 بالكامل، وانت من ناحيتك خدت اجراءاتك اكتر، الصديق اللي عندك ما انتش عارفه، انت طبعا اي حد كان بيعمل لك اد في الفتره دي او بيعمل لك فولو كنت بتعمل اكسبت، فاتح الاكونت سكت الاكونت كهربته، مفيش صديق عندي مش عارفه، يعني حتى لو عارفه اسما ومش حاطط صورته شلته، اصل هتجيب اخبارك منين؟ شلته بالكامل، سكت البروفايل مفيش اي حاجه. فعلا الرسائل قلت شويه وان كانت مستمره على الاصحاب القدام. يعني من الحاجات اللي لفتت انتباهي ان الصديق اللي بيبقى عامل لي اد قريب ما بيديلوش رساله، اللي بيجي له الرساله هم ال 2000 ولا ال 3000 اللي عامله بيهم سكرين شوت من يوم ما دخلت الاكونت بتاعك او من يوم ما الاكونت بتاعك كان مفتوح. فضلت بقى في هذا الموضوع لحد ما بدات تبعت لشغلك في السعوديه، اصحابك، اي حاجه تطرق عليك في حياتك، اي معلومه، جالك ابن، جالك بنت، اتجوزت، اخوك اتجوز، اخوك عمل شغل، يعني اخويا دكتور جراح وجه وفكين، فتح سنتر طبي مع اتنين زمايله، بعتت مسج على صفحه السنتر، ده طبعا شانه شان اي بزنس في العالم، انت عايز تعمل له ماركتنج او بتسوق له، فتحت صفحه المركز بتاعه وقالت انا كنت في المركز وتم التحرش بيا وثبت ان في امراض انتشرت زي فيروس سي في العياده دي، عارف اللي هي عارفه كل واحد مسكته منين، دكتور اسنان، انت طبيب اسنان خايف من العدوى يبقى عند المركز ده فيروس سي، البنت اللي بتروح المركز ده انا تم التحرش بيا، طب اسمك ايه؟ مفيش. طب في اي حاجه؟ مفيش. المهم انا كنت في مصر في السعوديه اياميها، اخويا قرر ان لا خلاص، ده اخويا الكبير، خلاص الموضوع ما عادش ينفع فيه سكات. جماعه طلنا اخبار عن البنت دي، كلمنا مدير مراتي في البنك، بعد اذنك كلم لنا المعرض اللي كانت شغاله فيه جيب لنا اي بنات، جبنا بيتها جبنا عائلتها ونزلنا لعائلتها، كنت انا خارج مصر، اخويا حمايه واخو مراتي، نزلوا وجابوا ناس موجوده من المنطقه واتكلموا مع والدتها، اول الكلام كده لا انا بنت ما تعملش كده، شانها شان اي ام، انا بنت زي الفل. يا حاجه حضرتك سالت علينا، يعني حضرتك عارفه مين اللي جاي لحضرتك، في دكاتره وفي مهندسين، احنا مش يعني ما فيش حد هيجي يرمي بلاء عليك، ده العكس اللي بيحصل. انكار تام. قلنا طب احنا عايزين راجل في عيلتها، مفيش اب، مفيش اخ، مفيش زوج اخت، عرفنا ان عندها اخت متزوجه او اختين، انا والله ما اعرف، ما عرفناش نوصل لاي حد في الوقت ده. المهم بالسؤال وصلنا لخالها، خال البنت، اتصلنا بخالها، وهنا بقى كانت الصدمه. خالها قال لنا انا ماليش علاقه بيها نهائي، انتوا مش اول ناس تجولي، يعني عارف عنده خبره، عارف ونازل له ناس، ده قال لنا كلمه، يعني قال لنا انتوا دكاتره مهندسين في اللي نزل لنا ببلطجيه. ايه ده؟ طب حضرتك مش قادر تكف اذى البنت دي عن الناس؟ يعني جالك واحد واثنين وثلاثه مش قادر تكف اذى البنت دي عن الناس؟
يعني هل عادي كده استباحة أعراض الناس وأذية الناس اللي بلا أي هدف، أذية متناهية كده، ده عادي عندك حضرتك قابلها؟ والله يا ابني أنا ما عدت بنزل المنطقة والكلام ده لأخويا، وفي شهود، بوجود شهود الكلام ده، أنا ما عدتش بنزل المنطقة وشبه مقاطع أختي بسبب الموضوع ده. بعدها بحوالي شهرين ثلاثة كده البنت بطلت شوية، خالها قال انا هشوف ايه اللي هقدر اعمله ومش عارف ايه وربنا يعيني يعني، بس انا بعرفك اللي فيها فعلا. يعني مثلا ممكن تقول حتى هذه اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها دي مفيش اي استفاده. الابتزاز ده بقى في الاخر كل ده مفيش اي حاجه، استفاده ما نعرفش نواياها ايه، مش عارفين هي بتعمل كده ليه. ما هو ده بقى اللي بان بعد كده، ده بقى اللي لسه جاي لحضرتك فيه. موقف بقى تاني، انا كنت ساكن في تريل في منطقة في المنصورة يعني، وانا في السعودية لقيت جيران مكلمني باشمهندس محمد الرسائل اللي بتتبعت لنا اتطبعت وملزقة قدام ابوابنا، ابوابنا في العمارة، باب العمارة عنده باب جوه العمارة في حوش العمارة وعلى السلم، ولاقي مسج جايالي لو مفكر ان انت برا مصر ومش هعرف اجيبك هجيبك، ولو انت ومراتك وابنك برا مصر امك واخواتك هنا. لا يعني وايه في بيتك اللي هو انا عارفه بيتك وعارفه دنيتك وعارفه وعارفه وعارفه، انا كانت بتجيلي رسائل وانا برا، ولاد اخوك في النادي دلوقتي اكلم اخويا الاقيهم في النادي، ترصد متناهي. قلت بس خلاص يعني حل ايه؟ اجراء قانوني؟ جربنا مفيش، الاكونت لازم يكون مفتوح، الرساله بتتبعت 10 دقايق بتكون مقفوله، تلحقش حتى تركب تاكسي لو انت معدي من قدام المديريه وطلعت هتلاقيها اتقفلت. طب الحل ايه؟ مفيش حل. واحد عاش اقسم بالله مش عارفه ده محترفه، ده محترفه وحدها او مش وحدها انا ما اعرفش، انا بقول لحضرتك البنت دي عملت كده لوحدها وراها حد استخدمت اجهزه حد بيساعدها، ده مش دوري، في جهات قضائية وشرطية ونيابية هي اللي بتقوم بالدور ده، هم اللي يقولوا، أنا بحكي الضرر اللي هو عليا فقط. المهم لحد سنة 2018 بدأت لهجة الرسائل بدل ما بقت بتروح لأصحابي فقط وكانت بتجيلي كده على استحياء رسالة كل شهرين رسالة كل ثلاثة، بدأت تجيلي بقى بشخص الرسائل دي مرة بالنص كده، مليون جنيه يا إما هفصل راس ابنك عن جسمه، الرسائل دي مظبوطه في المحاضر. مره هتبعت لي 5 مليون ولا هعمل وهسوف والدتك وابعت رجاله على البيت. ثالث مره 2000 جنيه على فودافون كاش يوميا لمده 5 شهور ودي الدفعه الاولى. بدات الطلبات تاخد لا يعني كده، الكلام ده كان 2017 2018 يعني، هي الرسائل بلا هدف لو قلنا سنتين ثلاثه ومش بصوره يوميه، شهرين ثلاثه تقفل الاكونت ما تعرفش تعمل حاجه، شهرين ثلاثه تبعت رساله جديده وتقفل الاكونت، شهرين ثلاثه مفيش، يعني السنه كلها بيجي لك فيها مثلا 6 وقائع 7 وقائع بكتير بمختلف الناس اللي بيكلموك، وبتعتمد على ان هي تعرف عنك اي معلومه، خلفت اتجوزت اللي طلق اللي اترفد تعرف اي معلومه. لحد بقى الكارثه الكبيره يوم 30/7 سنة كام؟ السنة دي 30/7/2021 يعني من كذا شهر. انا كنت هنا اجازة الصيف زي اي مغترب، لقيت ايميل جاي لي من مدرسة ابني في قطر. فين؟ في قطر بره مصر، لقيت ايميل جاي لي من مدرسة ابني، لو سمحت يا فندم انا كنت سبت السعودية ورحت قطر، لو سمحت يا فندم احنا بنتواصل بيك موبايلك مغلق وعايزينك للأهمية، موضوع يتعلق بأمنك وأمن أسرتك يوم 30/7 أو 1/8 حاجة كده. خير يا رب أنا أجازة وأسرتي معايا المدرسة، وطبعا مستبعد تماما أن في أي حاجة محدش يعرف يوصل. فقمت ردد على الإيميل قلت لهم ديني مرتب في مصر والواتساب بتاعي شغال، والحمد لله أن هم بعتولي على الواتساب لأن أرفقت الرسائل دي في المحضر بقى. فوجئت أن مديرة المدرسة مديرة مكتب مدير المدرسة اللي في انجلترا في بريطانيا بعتالي، قلت له يا باشمهندس ده ابنك؟ حتى صورة ابني، قلت له ايوه،
قالت لي الرساله دي جت لاداره المدرسه والاولياء الامور، ابنه مصاب بامراض معديه في ظل ايه؟ دول بتقفل عشان كورونا، والطفل ده هيسبب وباء في المدرسه، وبنطالب باجراء الفحص عليه. ده ابوه بيعمل وامه بتعمل ومعروف عنهم 1 2 3. نفس الرساله اللي بتتبعت. انا وقفت والله لا مش عارف اعمل ايه، يعني انا في مصر، مراتي جنبي، اهلي جنبي، مش عارف اتصرف. لا قلت كده خلاص، يعني الموضوع وصل لمرحله ده ابني، ده انا لو ههد الدنيا الموضوع كده خلص. حله ايه بقى؟ انا ما اعرفش، بس مش هسكت. رحت النيابه، رحت مديريه الامن تاني، عملت محضر. اللي لفت انتباهي بقى اليوم ده، بدات ادور في الرسائل اللي صحابي كانوا بعتوها لي. كان بيتردد اسم شخص اسمه دكتور اشرف وجدي. انا من كتر ما الموضوع مقرف، انت ما بتحاولش تعرف مين اشرف وجدي، مش عايز تفتح باب، يعني مش عايز تدخل الوحله دي. في حد بيتمرمغ في الطين وبيشدك، اقفل يا عم الباب ده وما تكلمش حد. طبعا قمت مكلم اصدقاء ليا، قلت لهم حد يا جماعه يعرف دكتور اسمه اشرف وجدي؟ قالوا لي اه معروف ومشهور ومش عارف ايه، والمنصوره بطبيعتها اصلا صغيره يعني. طب يا جماعه وصلوني بيه. اتصلت بيه بالليل، انا فاكر اليوم ده كويس جدا يعني. مساء الخير يا دكتور، مع حضرتك المهندس محمد عبد العاطي. قال لي اهلا وسهلا. قلت له بقى ازي حضرتك، انا مش عارف ايه اللي عند حضرتك. وفعلا كنت محتد حتى في الكلام يعني. انا ما اعرفش مشاكلك، ما اعرفش دنيتك، انا اسمي بتحط في اسمك في رساله وبتبعت لي. لقيته بيضحك. قال لي الكلام ده من امتى يا باشمهندس؟ قلت له انا بقى لي 7-8 سنين في الهم ده. قام قال لي طب انا في الهم ده بقى لي 10-11 سنه. قلت له يعني ايه؟ قال لي هو انت فاكر ان انت بس؟ مش دي البنت علياء بتاعت الكفر؟ قلت له ده انت كمان عارفها؟ قال لي اه. قلت له طب انا عايز اشوفك. قال لي تعالى. جبت عنوانه، رحت له، وهنا بقى كانت الصدمه. راجل عنده 62 سنه وجد وعنده ابنات واحفاد موجود هنا وموجود. اللي هو ايه ده؟ طب لو فرضنا ان هي متضايقه مني في حاجه او متضايقه من اخواتي في حاجه، الراجل ابو 60 سنه ده عمل ايه؟ يعني الراجل العجوز ابو شعر ابيض اللي انا طالع له وهو مش قادر ينزل لي، يعني انا طلعت له عشان مش قادر ينزل لي، عمل ايه؟ قعدت معاه قلت له الموضوع 1 2 3 4. الراجل لارج جدا، قال لي انا يعني مش مهتم وغير مكترس وانا راجل جد. وقال لي انت ايه مشكلتك؟ فحكيت له، قلت له حصل كذا 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 والمدرسه بعتت لي وده اللي حصل يعني. فالراجل مشكورا قال لي انا بشوف اي حاجه انت عايزها لحد الاطفال. لا، وطالما عملت كده في ابنك هتعمل كده في احفادي. فشوف نتحرك ازاي ونسال محامين وهنا كانت بقى النوايا يعني. رحنا تاني يوم عملنا محضر في مديريه الامن، ارفقنا الرسائل بالكامل. كان عنده اكونتات غير اللي عندي، هي بتعتمد على الاكونتات الوهميه اللي بتتفتح وتتقفل. كان عنده اكونتات اكتر من اللي عندي. بدانا نضم المحاضر مع بعض، بتتهم حد ابنا، اتهم فلانه بالاسم علياء من كفر البضماس انها عملت 1 2 3 4 وحصل وحصل وحصل. طب يا جماعه ان شاء الله خير ومش عارف ايه. ولفت انتباهي ان كان في ناس بدات تدي للموضوع اهميه لسببين، ان بقى في شق جنائي تهديد بالقتل وفصل راس عن جسمه وطلب اموال، بالاضافه ان في طفل. فاصبح الناس نوعا ما لا الموضوع كده دخل في تخطيط تنظيمي اجرامي، حد عارف هو بيعمل ايه. وطبعا الضابط قال لي شويه نصايح يعني، اللي هو ما تعودش. كان بتجي لي الرساله مثلا عامل بلوك ما ردش، قال لي اللي انت بتعمله ده غلط، لازم تبدا تتجاوب. حتى انا كنت بقول له انا بفكر اقفل الفيسبوك، قال لي امال احنا هنجيبها ازاي؟ يعني لما انت تقفل الفيسبوك احنا بقى شبح. ده اول حاجه اللي بتبدا معاها بس توصل لها، طول شوف عايزه ايه، خد منها اكتر، طب هدفع الفلوس، طلباتك اديهم لك ازاي، الكلام ده. فضلت من يوم ما سافرت 20/8 عملت المحضر، وبدات بقى حررت توكيلات للمحامين وتوكيلات خاصه، لان تقديم الشكاوى لازم بتوكيل خاص، واجازه ما كان يعلم بها الا ربنا. اقسم بالله انا والدتي بعد ما كانت بتستنى شهر الاجازه بتاع انه يجي عشان تشوفني وتشوف احفادها، بقت بتبوس ايدي تقول لي سافر. من التهديدات اللي بتيجي لامي، انا هعمل وهسوي وابنك وحامل في ابنه. امي كانت ابوس ايدك سافر، انا هبقى اجي لك ما تجيش. متخيل اذى دمار لاسر. عرفنا برضه ان في بنات برضه ثانيين. ما هو ده بقى هنا بقى بدا بقى. رحنا بقى دكتور اشرف.
دكتور اشرف وجدي قال لي انت مش لوحدك، في ناس كذا كذا كذا. بدانا بقى ايه، طب بعد اذنك هات لي الناس دي توصل معاهم. حتى اما الضابط يقول لي اشمعنى انت، السؤال اللي انا مش عارف ارد عليه، ليه هنا؟ مش عارف ارد. هو فعلا ليه هنا؟ لا هو ما عادش هنا، هو بقى انت. يعني لو مفكر ان انا او انا عامل حاجه في البنت، طب انا عملت حاجه. اشرف وجدي عمل ايه؟ هايدي عملت ايه؟ ايه السيد دكاتره مهندسين، مهندس بترول، دكتور بشري. ايه ده؟ انت بتنزلش ناس ولا ايه ده؟ عمل جروب على الواتساب، ناس وصلنا ل 12 13 عيله، نفس النمط، نفس الرساله، شيل اسم محمد عبد العاطي حط الاسم التاني، نفس النمط بالظبط. لحد بقى شهر 8 اللي فات لقيت مدرسه ابني بعتالي الرساله، بدات تروح للاداره واولياء الامور وخلافه وخلافه. فبعد اذنك الحمد لله ان انا كنت واخد صوره من المحضر، بلغوا الشرطه هناك والنيابه وقالوا الشخص ده خارج مصر، يا ريت تتواصل مع المحامي بتاعك. خدت اجازه وسبت اهلي. لما بدا بقى طلب الاموال، حساب بنكي، حساب بنكي هنا مش حساب كده، ايبانس وافتكود، نوع العمله، نوع الفرع، الاسم خماسي، اتبعت لي والاكونت فضل مفتوح لانها مطمنه ان انا بره مصر مش هقدر احرر محضر. بعتت له صورتها، صورتها بالبطاقه، حتى اقول لها انا اضمن منين ان انت علياء، انت عارف ان انا علياء؟ لا ما اعرفش. ما هي على طول بتقول ان معمول لها هيك، اعرف منين ان انت ليه ما يكونش حد واخد موبايل؟ طب وهيستفيد اما يحول فلوس على البنك؟ قلت لها ما ممكن يتواصل معاه ويقول لها انا حولت الفلوس بالغلط ردها لي، انا عايز اتاكد ان انت حطت لي البطاقه قدام وشها وصورت لي ومعتمد انها هتمسح اللوج. اليوم اللي جالي فيه، وده مثبوت في التحريات، اليوم اللي جالي فيه الصوره 5 اكتوبر، 6 اكتوبر انا كنت في مصر. رحت للضابط بعد اذنك، اتفضل حضرتك. قال لي بس ان شاء الله حقك هيجي. ومن هنا بقى بدا دور المحامين، من اول بقى اي بي، بصمه الكترونيه، التتبع، كان يعني موضوع شاق جدا جدا جدا. تمام. معانا برضك حاله تانية يعني برضك تعرضت للابتزاز، هنعرف برضك القصه بتاعه الزحف. مساء الخير. ايه اللي حصل معاك؟ بداية الموضوع كانت هي أصلا علياء كانت زميلة أختي في الجامعة. تمام. كانوا زمايل، بس مجرد زمايل مش صحاب يعني. بعدين أختي لما اتجوزت هو جوزها ما كانش مرتاح للعلاقة دي ومش مرتاح للصداقة دي عموما، فقال لها اقطعي معاها. هي قطعت معاها، وبعد فترة علياء حاولت تتواصل مع أختي تاني، فأختي رفضت ده ورفضت إن رقمها يوصل لها. هنا بقى ابتدى الموضوع. استلمت الاول اختي الكبيره، استلمتها بقى رسائل ليها، رسائل لجوزها، جوزها مدير بنك، الرسائل كانت بتوصل لاصحابه وزمايله في البنك، والبنك ده مش هنا كمان، ده جنوب سيناء. تمام. وصلت لهم ووصلت لاصحابه، كانت بتبعت له رسائل طبعا كل اللي فيها كلام صعب جدا ان هو يتقال. احنا حتى في الاول فكرنا ان هو راجل، اصل مفيش واحده هتقول الكلام ده. ايوه بالظبط، ما شكناش خالص يعني. وبعدين فصلت بتاع مثلا 6 شهور أو 7 شهور ما عادتش بعتت اي رسائل خالص. وبعد كده ابتدت بقى رسائل لمدة 2 سنين، الرسائل دي مستلمة فيها انا واخواتي، احنا 4 بنات. انتوا كلكم؟ ايوه بالظبط، احنا الـ4 بنات. حتى انا طبعا المسجات دي ومقدماها للنيابة. فالمهم يعني استلمتنا احنا الـ4، اصحابنا عندنا على الفيس، اصحاب اي حد يعني. انا كان في ناس عندي على الفيس انا ما اعرفهمش من القاهره اسكندريه بيبعتوا لي اماني انت جاي لك رسائل كذا كذا كذا، جاي عليكي كذا. فانا كنت يعني بجد فعلا فضلت فتره كبيره لما حد بيكلمني في تليفوني يقول لي اماني ببقى خايفه، خلاص انا جاي رساله عني وحشه وكده والكلام ده. بس فخلص بقى الموضوع على ان احنا شكينا بقى ان هي ازاي. هي كانت الاكونت بتاعها كان عند اختي الاكبر مني، فهي شافت كذا بوست ليها ان هي كاتبه كلام شتايم عن الناس وكلام كده. فبعدين احنا وصلنا رسائل من الرسائل اللي بتوصل على الناس بتوع المنصوره، من الناس المتهدده غيرنا يعني. فالمهم احنا ربطنا الكلام ببعضه، شفنا الرسائل هي يعني، هو زي ما استاذ محمد قال اللي هو بالظبط، هي بتشيل اسم الشخص وتحط اسم الشخص التاني، ونفس الرساله بنفس الشتايم بنفس كل حاجه. كانت بقى عارفه حياتنا الشخصيه يعني، هي مثلا اخواتي الثلاثه اللي قبلي هي عارفه كتير عن حياتهم الشخصيه عني، لان انا كنت جايه في الاخر كده فايه فما تعرفش عني كتير. فاستخدمت بس ان هي عارفه الكليه بتاعتي، فتقوم اي حاجه ليها علاقه بالكليه.
هم هي عارفه مثلا دي اتجوزت دي خلفت دي بتاع، فتتكلم على اولادها على عليها على مسجات كانت بشعه جدا. وبجد يعني احنا واثقين ان القضاء ان شاء الله هيعرفها. اختي كانت زميله اختي. ازاي هو حضرتك قلت لك احنا ربطنا الكلام ببعض. انا عملت محضرين بس المحضرين اتثبتوا ضد مجهول علشان ما فيش الاي بي مش لاقطينه. الاكونت بيتعمل 10 دقايق بيتقفل على طول فمش عارفين يلقطوه. المهم بعد كده خلاص تمام، بعد بقى ما خلاص الموضوع طلع بقى والناس عرفته وعرفوا انها علياء، احنا قارنا الرسائل ببعضها. الرسائل اللي بتبعت للناس هناك لاستاذ محمد لبقيه البنات او كده هي الرسائل اللي بتبعت علينا، واحنا كده عارفينها معرفه مسبقه. انت متعرفات اصلا معرفه شخصيه قبل كده؟ لا هي زميله اختي. زميله اختي اصلا في الاساس. ايوه زميله اختي. ما هو ده اللي خلاها في الاول اتضايقت مننا ان اختي مش عايزه ترجع تكلمها تاني، بس فده اللي خلاها ابتدت الموضوع وخدتنا كلنا ورا بعض. ما شكتش في الاول ان هي ديت مليئه؟ لا ما شكناش فيها خالص في الاول. بعد كده بقى لما شفنا المسجات اللي مبعوثه على الناس وقارنا عرفنا ان هي اصلا عليها بتشتغل ايه. هي اصلا خريجه تربيه انجليزي، يعني المفروض انها مس انجليزي، يعني مش ما اعرفش بقى كلام الهاكر والكلام ده والاحترافيه في انها تعمل اكاونت وتقفله حاجه بصراحه صعبه، يعني صعب ان حد يوصل للحاجات دي. في حد معها ولا هي لوحدها؟ والله مش عارفه، انا دي حاجه انا مش قادره اعرفها. بس هو يعني انا تفكيري مثلا ان واحده بالتوسع ده، اصل مش شخص، ده اكتر من شخص، هتبقى لوحدها ازاي؟ طب هي اصلا الابتزاز ولا كان في مشاكل بينكم؟ لا هي بس المشكله اللي كانت ما بيننا ان احنا يعني اختي رفضت انها تصاحبها تاني، ده كل الموضوع، بس ما كانش في ابتزاز مادي بالنسبه لنا بصراحه. بس طب طلبت فلوس؟ لا خالص ما طلبتش منها فلوس، هو كان بس مجرد انها متضايقه مننا مش اكتر. تمام شكرا. ومعانا الشكل القضائي بقى هنعرف بالظبط بقى الوضع القانوني وصل لايه للموضوع مع الاستاذ المحامي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اهلا وسهلا بيك واهلا وسهلا بكل مشاهديك. في البدايه قبل ما نعرف بس الشق القضائي ايه اللي تم، لازم نبقى متفقين ان بالفعل قضايا السوشيال ميديا اصبحت بتشكل خطر دائم على المجتمع المصري. يجب ان يتم التحرك فيها من جميع الاتجاهات سواء على كافه المستويات. طبعا بعد تقديم الشكر لكافه الاجهزه سواء كانت امنيه او نيابه او قضاء، لان بالفعل تعبهم في مثل هذه الدعوه، لان القضيه دي مش قضيه ابتزاز وتهديد عاديه. زي ما قلت لحضرتك كده في بدايه او قبل التصوير، اللي هو من المعتاد واللي احنا عارفينه كلنا. انا دلوقتي عاوز ابتز حضرتك اسمك ايه؟ شريف، استاذ شريف. عاوز ابتز حضرتك واطلب منك فلوس وهددك عن طريق شيء معين عن طريق السوشيال ميديا. هعمل ايه كمجرم بقى وكده؟ هقوم جاي حضرتك موقعك ومستدرجك ان انت تعمل موقف مشين واصورك في الموقف ده، او ان انا مش عارف اوقعك في الموقف المشين ده واصورك، هفبرك بعض الصور. طب انا ما قدرتش اوقعك لان ما اعرفكش معرفه شخصيه، كانت بتنتقد حياها بعنايه، ما عرفتش افبرك لك بعض الصور. طيب الطريقه اللي تم استخدامها ايه؟ طريقه جديده ما حدش استخدمها حتى الان، وبتهيألي كده مش هيتم استخدامها لان خلاص بالفعل تم اكتشافها. يعني تعمل ايه؟ خلاص اختارت الاستاذ شريف ضحيه لها، عرفته على اي طريق؟ في ضحايا عرفتهم لانها كانت اتعرفت عليهم في مكان عام، في ضحايا عرفتهم اتعرفت عليهم عن طريق السوشيال ميديا الفيسبوك. خلاص عرفت الاستاذ شريف اختارت ان هو يكون ضحيتها، بتجمع معلومات كامله عن الاستاذ شريف وصوته بالكامل مع تطور الاحداث على مدار سنين، معتمده فيها على الصبر على مدار سنين. استاذ شريف بيشتغل ايه؟ ده في اليوم السابع. طب اتجوز ولا لسه؟ اتجوز. زوجته بتشتغل ايه؟ خلف ولا لا؟ والديه، اخواته، ذكور واناث، اولاد اخواته. بتجمع بيانات كامله عن الضحيه بتاعتها او المجنى عليها اللي هتستهدف. بتعمل هي ايه بقى؟ بتقوم جايبه قائمه الاصدقاء من على الفيسبوك، بتقوم بعت رسائل لهم كميه رسائل بطريقه مهوله بالفاظ سب، قصف، تشهير، مش عايز اقول قصف محصنات. بعد كده بيتم ارسال الرسائل ديت متضمنه البيانات الخاصه بالشخص الضحيه وتوصل لاصدقاء المجنى عليه. هنا بقى المشكله او الخطوره. طيب انا دلوقتي بصحى الصبح من النوم الاقي في بعض الاصدقاء اللي هيقول لي والبعض الاخر مش هيقول،
ابص الاقي في بعض الاصدقاء بيتصل عليا ده في رسائل جات لنا عنك وعن اهلك. رسائل ايه؟ كذا كذا كذا. بعتوا لي رسائل، في بعض بعت رسائل وبعض ما بعتش لان الفاظ ما يمكنش فيها تخرج. الامر بلغ. احنا عايزين بس نعرف ده التوصيف القانوني ده بتتحاكم بالمواد دي بتتحاكم اساسا بالماده 300 في القضيه دي، الماده 327 فقره اولى. لانها قامت بتهديد وابتزاز شخص، والتهديد ده كان كتابه عن طريق وسائل السوشيال ميديا مصحوبا بتكليف اللي هو طلب اموال. فطبعا قدرنا ان احنا نتوصل لها فنيا عن طريق مباحث تكنولوجيا المعلومات، تحرير فحص فني، تحريات تكنولوجيا المعلومات، مباحث تكنولوجيا المعلومات، تحريات مباحث عامه، تحريات اداره بحث. كله اكد بملاذ عن مجال الشك بان هي الشخصيه دي من تقوم بارسال تلك الرسائل. وبالفعل تم احالتها لجلسه النهارده، جلسه اليوم امام الدائره الاولى جنايات اسم جنايات المنصوره. ولسه في قضايا ثانيه معايا، لسه في قضايا، لسه في قضايا لناس ثانيه، لسه في قضايا لناس ثانيه واشخاص ثانيه متضررين. وفي ناس لما عرفوا المحاضر بتاعتهم تم حفظها هجوم النهارده من القاهره ومن شربين ومن حلوان ومن هنا ومن هنا. اكثر اللي انا اعرفهم شخصيا محررين ليا تمثيلات اكثر من حوالي 8 اشخاص. كل شخص له اسرته، له اسرته الكبيره او اسرته الصغيره اللي هي زوجته واولاده او اهل والديه واخواته، كل واحد وراه اسره. انا هتابع مع حضرتك انا خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله نتواصل مع بعض عشان نعرف برضك الجديد وايه الحكم وايه الطريقه اللي هتنفذ. ربنا يخليك، شكرا جزيلا.